فلورنتينو بيريز رئيس الحالي لريال مدريد اقترح فكرة إقامة دوري السوبر الأوروبي، رأيك إيه في هذه الفكرة؟ في الحقيقة أعتقد أن هذا هو منافسنا الرياضي، وكان هذا الفريق الذي التقينا به في أكثر من لقاء، فأعتقد أنه لن قد لا ينجح في هذا، ولكن اعتقد انه قد يكون قد اكتسب شهرته بانه رئيس ريال مدريد. خوان كاسبرت رئيس برشلونه الاسبق، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله على التلفزيون المصري برنامج رقم 10. شكرا جزيلا يا فندم، شرفتني.